شو سيف شكل اليوم فيش الطقس يا زلمة. شو الطقس ما الطقس يا زلمة؟ بس فيش ولا منزل يا يعني. عادتك مو متغير. ايه نور نور ولا تشوف تعال رمش وتهدي على كدي. سمر سمر زلمة شو بدك في البناء؟ تستفيد لما تطقس عليه. قال شو تستفيد؟ قال يا زلمة بعدين تعال انت هيك شاب طويل وما شاء الله عليك ارمي لك حكي كلمتين شغلة حلوة ومسلية. بلا اه طبعا جرب. انا بكره بفرجيك. تمام ده هي هيك. انت شو بتحكي؟ استنى هلا هلا بتشوف. بس كيف سامر شايف صدقنا بسيطة؟ شو كنت لابس اليوم؟ ليش هيك؟ وين فاتح حالك؟ ليش زي ما دايما بلبس؟ يعني هيك دايما الشباب بيعلقوا عليكي؟ لا مين علق علي؟ صاحب اليوم حكى عنك حكي بخزي. وانت شو حكيت له؟ حكيت له ما لبسك اللي مخليه هيك يحكي، شو بدي احكي له؟ انت الحمار اللي ما دفعت عني.